في سؤال عايز لك مهم جدا اتفضل شايله شويه محمد شناوي بعد مباراه بوركينا فاسو كان له تصريحات كان بيعتب على الكل يعني كل عمال يتكلم مين اللي هيلعب اساسي مين اللي هيلعب احتياطي شوبير ولا شناوي بس ما حدش قال لي حمد لله على السلامه لما رجعت من الاصابه رايك ايه دي اكبر حمد لله على السلامه صح كده طبعا إنك تلعب مع منتخب مصر طبعا أكبر أوه. الحمد لله على السلامه ان الناس بتقول مين اللي هيبقى جاهز الشناوي بعد عودته من الاصابه ومحدش شافه في مشهد مع النادي الاهلي وانا اتكلمت في الموضوع ده وقلت فيه ان ان الشناوي كان عنده فرصه حتى لو النادي الاهلي متمسك ببقاء مصطفى شوبير في النهائي الافريقي مباراه الترجي ذهاب وعوده انما كان عنده فرصه ان يلعب مباراه بلديه المحله فدي كانت مباراه في الدوري كنا نقدر يدخل الشناوي في الصوره بشكل صحيح. كبير جدا انما غياب الشناوي عن المشهد في الدوري المصري وفي بطوله افريقيا مع النادي الاهلي ادى تخوف للناس ان لسه انا مش جاهز بنسبه 100% مين اللي هيلعب مباراه فاركو اللي جاي يوم الجمعه الشناوي الشناوي طبعا خلاص ما انت انت النهارده بتتكلم الشناوي جون كبير وجون مصر الاول عشان نكون واضحين مصطفى شوبير الصاعد بقوه وسرعه الصاروخ الى المنافسه الشديده خلق لنفسه مساحه محدش يقدر يغفلها انما عوده الشناوي مع منتخب مصر هي عودته لحراسه مرمى النادي الاهلي محدش هيقدر بعد اما يكون حارس مرمى منتخب مصر الاول هيقعده في النادي مم. لا ده موضوع يعني ما حدش يقدر لو نسبه 1% ان مصطفى يلعب ما تتوقعهاش ما انا في الوقت الحالي وانا اتكلمت انا وكريم في الموضوع ده قلت له حاجه هتبدا مع عوده الشناوي لحراسه مرمى منتخب مصر المنافسه الشديده اللي هتكون موجوده في حراسه مرمى. مرمى النادي الاهلي بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير وقوف مح محمد الشناوي وجوده كحارس اساسي لمنتخب مصر في مباراتين آه بوركينا فاسو وغينيا بيساو اداله افضليه وعودته والناس اطمنت على سلامته آه مليون في الميه فبنقول له الحمد لله على السلامه عشان ما يزعلش اهو تمام و... <تصفيق> طب انا <applause> انا ما انا ما, ما تقمص دور كريم معلش انا اسف يعني ده ما ظلم لمصطفى شوبير لا البص <applause> احنا اتفقنا اتفقنا بس انا انا بتكلم في النادي لا الاهلي لا انا ما بتكلمش منتخب مصر لا لا, لا بقول والعكس والعكس يبقى في ظلم للشناوي خلينا الشناوي كان بعيد عن فتره عشان الاهلي اصابه 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 عشان ما تخشوش في خناقه مع بعض هو مركز ظالم ما انا انا يعني ما تقعدوش ايه انا ظلم مين اتظلم وصابه شو هيتظلم ولا الشناوي هيتظلم بصراحه الموضوع صعب انا بحط نفسي مركز ظالم طبعا مركز ظالم انت تلاقي انت لما كنت مدرب حراس مرمى بيبقى عندك كذا واحد كويس انت وانت بتختار واحد هيلعب بتبقى شايل هم طب ما كويسين برضه طب هقول لك على حاجه مهمه فضل. جدا واحنا بنلعب بطوله افريقيا 2019 الحراس فعلا كان كلها كويسه جدا مم. لدرجه ان الجهاز الفني نفسه تم الاختلاف على الحراس مين, مين, اللي, مين اللي يبدا اللي و... ويلعب صحيح. يعني وفي الاخر كانت الحسم إن, ان محمد صبح هو اللي يلعب مم. ليه كان اكثر تركيزا كان ما مم. يفرق محمد صبح عن الباقيين ليست فنية أوه. كان اكثر واحد تركيزا وتنفيذا للتعليم لكن فنيا كلهم عشان كده اه عشان كده لما بقول لك لما بتيجي انت تختار فدايما بتختار ايه الانسب الانسب ده اللي هو فكرك انت انت الراجل اللي بيشتغل معاك او اللي انت عايزه مش, مش الافضل أوه. اللي انا قلت لك من شويه صح. مش الافضل صح. لا الانسب مين بينفذ وبقدره التنفيذ اللي هو بيتم خلال التعليمات اللي انت بتديها له في المنتخب لان الفتره الزمنيه وانت بتشتغل مع المنتخب الاول المنتخب الاولمبي انت مرتبط باجنده دوليه <applause> ليه عدد ايام معين انت مش هتعرف تجري منها فمين اللي هيبقى الانسب اللي هينفذ فكرك وهيشتغل بفكرك انت خلال ال90 دقيقه اللي انت تلعبهم في المباراه